اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، مساحات الحب والتواصل اكيد معكم عبر صباح الخرطوم، مساحات جميله ورحبه بتلم كل الناس اللي دائما بيكونوا حارسين على المتابعه. حصلنا كثير جدا من المبادرات وكثير جدا من الجمعيات وكثير جدا كمان برضو من المنظمات بتعمل في مجالات مختلفه خدمه للمجتمعات السودانيه على كل الولايات المختلفة، والمبادرة دي أكيد جات عشان تمد يد العون لكل زول محتاج في أي تفصيلة كانت من حياته. بكل تأكيد مبادرات عديدة ومختلفة ومتنوعة، كله يعني حبا في عمل الخير ومساعدة الآخرين. بكل تأكيد والشعب السوداني كثير منه محتاج لهذه المساعدة. تحية الصباح لجميع المبادرين وجميع العاملين في العمل التطوعي والخيري في السودان، وكمان تحية الصباح للداعمين العمل الخيري خارج السودان من أبناء السودان وبنات السودان. بكل تأكيد عندهم هم خارج السودان لكن عندهم منظمات شغالة هنا في السودان ودائما في حالة دعم وحالة متابعة، ونسعد في هذه المساحة أن تكون معنا واحدة من المنظمات الخيرية العاملة في هذا المجال بفاعلية. نسعد أن يكون معنا الدكتور عبد الرحمن سليمان رئيس مبادرة دعاء الملائكة للعمل التطوعي للحديث حول هذه المنظمة. مرحب بك وصباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا وعلى السادة المشاهدين داخل وخارج السودان وعلى جميع الداعمين وعلى أصحاب المصلحة في دعم تنمية المجتمع. تشرفتنا اليوم في هذا البرنامج وأسأل الله أن أوفق في أن أعرف بمنظمة دعاء الملائكة. نعم، لك التحية دكتور عبد الرحمن ومنظمة دعاء الملائكة أو مبادرة دعاء الملائكة من المبادرات يمكن بتعمل في مجالات مختلفة، قد تكلمنا شوية عنها ودينا نبذة تعرفية عن هذه المبادرة. دعاء الملائكة حقيقة هي كانت مبادرة فردية تمت بين نفر قليل. ودي مناسبة أنا يعني أحيي الزميل أمين عام المنظمة الأستاذ محمد أحمد البشرى في البحرين. ففي 2018 يعني بدوا الشباب يتواصلوا عبر الواتساب. أنتم عارفين السودان، السودانيين عموما يعني مسكونين بالهم، بيحاولوا يشعروا يعني أهاليهم في السودان خاصة المغتربين. صحيح. يعني صحيح. فأنا بحيي كل الإخوة والجاليات السودانية في الخارج وجميع الإخوة اللي استجابوا لمبادرة كانت مجرد تواصل عبر الواتساب. وقدم الدعم لثلاث حالات إنسانية، فيها حالات سرطانية، فيها حالات مرضية، وبفضل الله فيها من يعني أدت أثر مباشر، وفي حالة يعني الله يرحم المتوفى. وبدأت هكذا مبادرة تواصلية بين الشباب. نعم. وساهم عدد كبير، فلما وجدنا أنه حجم التجاوب كان كبير الحمد لله اجتمعنا كجمعية عمومية وأسسنا منظمة دعاء الملائكة اللي ولدت بفضل الله تعالى عملاقة في 8 أبريل 2020. نعم. كل التوفيق إن شاء الله يا رب. ونتعرف على أهم المشروعات يعني والخطط لمبادرة دعاء الملائكة. بكل تأكيد أي مبادرة عندها خط وعندها مشروع بتعمل عليه يعني في العمل الخيري. نعم. كلمنا عن الهدف والمشروع الرئيس. طبعا الهدف العام. نعم. لمنظمة دعاء الملائكة هو طبعا تقديم الدعم للمساعدات للضعيفة المتنوعة لجميع الفئات المستحقة، يعني أسر متعففة، أيتام، أصحاب احتياجات خاصة من أصحاب الهمم، إحنا نسميهم في الإمارات نسميهم أصحاب الهمم، لإفطار التلاميذ في قطاع التعليم، لأنه دعاء الملائكة شغالة على عدة محاور. صحيح. محور التعليم في إطار دعم الطلاب غير القادرين على يعني مساعدتهم في وجبة الإفطار، والمسألة دي حققت مردود عالي جدا ودعمت عدد كبير من المدارس. أيضا في قطاع التعليم أيضا سقي المدارس. نعم. مياه صحية مفلترة مرتبة. يعني يمكن المنظمة قدمت حتى الآن يمكن دعم لحوالي 70 مدرسة فيها. ما شاء الله. وطبعا دي كلها مشاكل بمناسبة حقيقية قاعد تواجهنا يمكن في المدارس الابتدائية تحديدا كده. الإفطار والسقيا. صحيح. حتى يعني يمكن في قياس الأثر تحسن مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، المستوى الصحي للطلاب،
رضا أولياء الأمور، أمور الطلاب يعني، دخلت المسألة دي عليهم دخلة جميلة وحققت يعني نقلة نوعية في 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 إطار أولياء أمور الطلاب وكذا يعني، حتى المعلمين. وإن شاء الله بنعمل استقصاء قريب عشان نقيس الأثر، يكون بالأرقام وبالترتيب وحتى بمستوى التحصيل الدراسي في المدرسة اللي احنا يعني نقدم لها هذا الدعم قبل وبعد، وراح يكون في شغل علمي إن شاء الله. جميل. حتى يلمس كل الناس هذا الأثر. وعلى فكرة دائما الدعاية للعمل الطوعي والعمل الخيري تصور إنها تتم بالعمل. صحيح. تتم بالعمل أكثر من 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 مجرد الكلام يعني. صحيح. نعم. نحن عموما يا دكتور اتفق معي انت وعرفة محتاجين نحن نعمل، كفاية كلام ذات يعني، تكلمنا كثير. صحيح. إذا كان في السياسة، إذا كان في الكورة، إذا كان في وإحنا تفاصيل حياتنا المختلفة. إحنا كشعب موهوبين في في اللغة يعني والحديث. صحيح. شعب ملهم الحمد لله، ولكن يعني أنا أتصور إنه الآن فيه تغيير حقيقي. صحيح. في المجتمع السوداني، في مكونه السياسي، في مكونه الاجتماعي، في إنه إحنا يجب علينا أن نواجه العالم، نواجه العالم بجيل قوي. نعم. نهتم بقطاع التعليم، ودي أهدافنا بصراحة، أهدافنا جدا مباشرة. مهتمين في قطاع التعليم وطلاب المدارس والمراحل الأولى في طلاب المدارس، لأنها الفئة الأكثر حاجة للدعم. نعم. هذا من ناحية. أيضا مهتمين في قطاع الصحة وإصحاح البيئة. يعني أنت الآن لو مريت بدون تفاصيل، يعني أنا ما أريد أفصل هنا في هذا اللقاء لأنه محدود، يكفي أن تمر في شوارع العاصمة وتجيبك دعاء الملائكة، واحسب لنا من هنا إلى 6 شهور وإن شاء الله ترى حتى منظر العاصمة مختلف إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، كنفايات وكإصحاح بيئة، وعندنا شراكات كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. جميل. نعم. هنا إذا أذنتوا لي أنا ببث تحية خاصة، وأسأل الله أن توصل لمعالي وزيرة التنمية، العمل والتنمية المجتمعية. نعم. أستاذ دكتورة لينا. دكتورة لينا الشيخ. نعم. ولمعالي وزير الأوقاف الشؤون الدينية والأوقاف، ولإخواننا في ديوان الزكاة، ولجميع المهتمين في قطاع تنمية المجتمع. نعم. أنا بتصور إنه ده الوقت المناسب لإنه إحنا نوظف منظمات العمل الطوعي توظيف سديد سليم محوكم تحت رقابة، حتى الرأي العام نفسه هو رقيب. جميل. نعم. طيب يعني دكتور عبد الرحمن، يعني المبادرة زي ما يقول ولدت وبأنيابة، وعملت في مجالات مختلفة، يعني رعاية بعض المرضى، كذلك في المدارس من خلال يعني سقيا المدارس وتوفير وجبة في بعض المدارس، بالإضافة لأكيد يعني أعمال لم يتم ذكرها. نتكلم عن بنود الصرف لهذه الأعمال اللي قمت بها، يعني هل هي شراكات من قبل الأعضاء المنضمين تحت لواء المبادرة، ولا في شراكات أخرى بينكم وبين جهات مختلفة، ربما تكون هيئات أو ربما تكون مؤسسات حكومية؟ سؤال جميل جدا. هي تمويل العمل الخيري في منظمة دعاء الملائكة يعتمد على الاشتراكات وعلى تبرعات الأعضاء. الأعضاء يعني عدد كبير منهم. واحدة من الأعمال. أي نعم. نعم صحيح. هذا بالنسبة للفيضان. هو حقيقة قبل الفيضان أنا أذكر الدعم اللي تقدم من المنظمة within COVID-19 اللي هي كورونا. ثاني كورونا جاد على فكرة يعني. دعمت 12 مستشفى. يا سلام. منهم 10 في العاصمة، لأنه العاصمة المثلثة سودان مصغر. صحيح. كثافة سكانية، تحديات سبريد وانتشار بالنسبة للكورونا وكذا. فقدمت 11 دعم ل 11 مستشفى، وقدمت يعني من تعقيم ورش لأسطح ولمباني ولملابس طبية زي ما شايفين في الصور يعني. نعم. ايضا وصلنا حتى الفاشر. نعم. جميل. وصلنا لدور العزل في مدني. نعم.
فالحمد لله دي كانت بداية وكانت تجربة حقيقية لنا. كنا سعداء جدا بأنه إحنا تأخينا مع هذه المؤسسات الصحية وقدمنا دعم مباشر وسريع وزي ما تقول to the point على طول. جميل. للمحتاج على طول. نعم. طيب دكتور عمر أنت ذكرت يمكن عندكم حضور في ولاية السودان المختلفة ودي حاجة كويسة لأنه الأغلبية العظمى للمنظمات العمل الطوعي والخيري بتكون موجودة على مستوى ولاية الخرطوم وانت تعلم يعني الحوجة في الولايات حوجة برضو كبيرة جدا ومحتاجين الدعم ومحتاجين المنظمات تصلون. أنا دا أتكلم عن المنظمات الموجودة في الخرطوم الكبيرة دي يعني وأرغام ممكن تكون فلكية لكن التواجد بتاع داخل الخرطوم محتاج لعمل وتنسيق مشترك حتى الخدمة دي ما تصل لجميع الناس يعني. نعم والله أنا دي فرصة برضو يعني بناشد فيها إعادة تنظيم منظمات العمل الطوعي والإنساني لأن العدد كان جدا كبير حتى الأهداف مشتركة. أنا طبعا بحكم التخصص أنا دكتور في القانون يعني شايف ومتابع في قطاع العمل الخيري والإنساني وقريب من قطاع الوقف يعني موجود في الساحة فكنا بنشوف إنه في عدد مهول من المنظمات بدون أثر مجتمعي واضح. صحيح. صحيح. فلأجل ذلك دي فرصة إنه الناس تعيد الترتيب لكن بترشيد. وكمان لاحظت إنه برضو في حجز على أملاك بعض المنظمات. أنا هنا بدعو الجهات المختصة بدون ما أسميها هي طبعاً بتكون معروفة في إنه إحنا لما نضع إيدنا على ملكيات لمنظمات أصلاً هي معقودة على النفع العام والمصلحة العامة فحقه عشان الحاجات المحجوزة دي ما تضيع أو تفسد أو تصدي أو ما تشتغل يعني للمثال نضرب لك مثال بسيط وبتصور أنه بيتم إعادة تصحيح الوضع فيه يعني إحنا في إطار في تاريخ سابق قدمنا حفار سافرنا أوروبا وجبنا حفار موية كبير على أساس أنه يحفر في كل بقاع السودان وحفر بالفعل في كردفان وفي دارفور وفي افتكر في الدبه في الشماليه القريبه يعني وفي نهر النيل شرق النيل وكذا فحدث انه المنظمه اللي كانت بتدير هذا الحفار عليها يمكن ملاحظات تحفظات وبوضع احنا ما عندنا راي فيه وشيء شغل قانوني لكن انا استغربت لانه الحفار ده وقف لله تعالى يعني مربوط بمصلحة الفقراء والمساكين فمفروض ما يتعطل ولا يوم. نعم صحيح. حاجة زي كده يعني حقه يتم مراجعتها والاستفادة من الأشياء الموجودة يعني المعدات الموجودة الناس يستفيد منها حتى إذا كان إعطاء لمنظمات أخرى يعني. نعم. تديرها منظمات رشيدة. بكل تأكيد. ويتم تصحيح هذه المنظمات اللي عليها ملاحظات. نعم صحيح. يعني مفروض ما نتعطل. نعم. نمشي قدام طوالي نصحح الخطأ ونستفيد من الموجود ونوصل للمحتاجين. نعم. إن شاء الله الرسالة يتصل دي رسالة بكل تأكيد مهمة جدا نحن ما نعطل المعدات اللي بيساعد الناس إذا كان في ملاحظات على المنظمة دي أوكي ما فيش إشكالية زي ما ذكر الدكتور لكن يتم تدوير الحاجة دي والعمل يكون مستمر لأنه الحاجة تدعم بسطاء وضعفاء محتاجين لها حوجة عاجلة جدا بكل تأكيد رسالة صباحية لكل المهتمين بهذا المجال نحل الإشكالية دي سريعا يعني إن شاء الله إن شاء الله يا رب. نعم طيب يعني دكتور عبد الرحمن نحن نتكلم عن الولايات المتواجدة فيها مبادرة دعاء الملائكة وقبيل ذكرت لي أنه أنتوا يعني وصلتوا الفاشر ووصلتوا مدني تقريبا بالإضافة لأنه متواجدين في الخرطوم كيف الأعضاء الموجودين معكم في ولايات السودان المختلفة غير الأعضاء من خارج يبدو لي أنه يعني مركزين شوية على الأعضاء في خارج السودان يمكن من خلال دعم المبادرة ومن خلال التفاصيل دي فنتكلم شوية عن الأعضاء الموجودين في الولايات المختلفة. شوفي أنا ده يمكن أجمل سؤال أسمعه من سنين بصراحة يعني أديك العافية. لم تعد الأحوال في الدنيا كلها يعني بالوضع التقليدي السابق أصبحت دول وشركات نفط ضخمة ومؤسسات زي أبل وزي كذا ودول صحيح تدار باي أونلاين باي ديستانت يعني صحيح فلم يعد الانتقال مهم. أنا قاعد معاكم هنا لما أطلع ممكن من موبايلي أحول مليارات المبالغ صحيح. من حساب إلى حساب صحيح نعم. أيوة. أصبح أيضا القوة الناعمة مذكرات التفاهم يعني إحنا عاملين مذكرة تفاهم مع الشرطة ولاية الخرطوم قدمنا دعم في نقاط الارتكاز تخيل إنه الشرطي في لحظة ما والدنيا كورونا ونص الليل
تجي سيارة من دعاء الملائكة تقدم وجبة مثلا، يا سلام. It means هي ما عندها قيمة مالية كبيرة، صحيح. لكن صحيح. في وقتها تعني للرجل أمن، مهمة. صحيح. لو عايز ينتقل هو نفسه ما يقدر ينتقل، صح. في نقطة ارتكاز مثلا. القوة الناعمة يعني الناس اللي موجودين مثلا في وزارة الصحة، يعني في لما كنا بنقدم في وذن جائحة كورونا تحويلات بتتم مواد من أول قادم بتوصل للجهات، أطقم طبية واقية للأطباء، مبالغ هناك من المكون المحلي بيشتروا فيها أغذية لدور العزل مثلا. فإحنا مركزين على الإدارة بذكاء لا بعدد إضافي من الموظفين. نعم صحيح. This is برضو يعني تعتبر يعني حاجة جديدة، وأتمنى إنه إحنا نستصحبها في عملنا. لم يعد العمل عمل مجموعات والنفير وخمسين واحد رايحين عشان يعملوا، لا. نعم. الأمور بتترتب مثلا مع المحليات. بكل تأكيد. عندنا شراكة مع محليات، عندنا شراكة مع ناس أصلا ده عملهم يعني. فبنحاول to activate وننشط هذه الشراكات ونوصل إلى المستفيد الأخير. طيب دكتور عبد الرحمن سليمان، أصحاب المصلحة، بعض أصحاب المصلحة يقولون هنالك من يتحدث بأسمائنا ولم تصل مساعداتهم لنا. طبعا في هذا أنا أكيد بحتاج تفصيل. إذا تحدث ربما يوجد البعض إنه يتحدث عن شيء ويظهر في الإعلام بأنه قاعد يقدم حاجة. نعم صحيح. Meanwhile هو ما حصل شيء. إحنا ما يميزنا في دعاء الملائكة وتعاهدنا جميعنا على ذلك، وأنا من هنا أحيي فريق العمل في قطاعاتنا الثلاثة، قطاع تنمية المجتمع الدكتورة عائشة، قطاع الصحة وصحة البيئة الأخ تيراب، قطاع التعليم الأستاذة سما، والفريق الميداني العامل. عندنا ناس في الميدان منتشرين على أساس تهاندل المساعدة للمستحق. جميل. وإحنا قاعدين ناخد تقرير حالة، يعني عملنا كله موثق. طيب التقرير ده بيجيكم من وين بس معلش؟ يعني مثلا من يومين دعمنا حالة مريض يمكن الله يشفيه، أنا طبعا أقصد ما أذكر الأسماء. لا. لكن حالات موثقة، التقرير بيجينا من المستشفى المعالج. جميل. نعم. يا مرة أذكر برضو من الأشياء اللي بتتم دائما برقابتنا، كان في موقف نبيل جدا لمواطن سوداني، ما بتذكر إنه كان في جوز نفيسة في قرية من القرى اللي تضررت حديثا. الرجل ده أنا عجبني جدا موقفه لما البحر كسر وداخل على القرية بتاعتهم، أدى تعليماته للشباب في النفير، قال لهم هدوا الحوش ده علوا به الترس. يا سلام. نحن نحييه موقعي، احنا بنحييه من هنا. والله ما عارف اسمه ضاع مني، لكن اسمه تحياتنا الصباحية تصل، اسمه ثابت. دعاء الملائكة سألت عن التكلفة وأضافت على التكلفة حتى يقام هذا الجدار. يا سلام. لهذا الرجل الصالح. احنا مع الحالات دي. أيوة. احنا مع المرأة البسيطة الدائرة توجد مصدر دخل شريف ليها. يا سلام. إن شاء الله صاج. إن شاء الله طبلية وبعرصيد. إن شاء الله يعني مكنة خياطة. إحنا مع كل الناس. مع المرأة، مع الطفل المحتاج، مع أصحاب الإعاقة، مع المحتاجين، مع المؤسسات، في تعامل شريف. وإحنا مستعدين نكون نافذة توصل الدعم برضو فيما يتعلق بالجهات الرسمية لأي جهة محتاجة في السودان. نعم. كل التوفيق. الله إن شاء الله. نعم. شكرا لكم. إذن شكرا لك كثير دكتور عبد الرحمن سليمان، رئيس مبادرة دعاء الملائكة للعمل التطوعي، ومن خلال يعني هذه المساحة بنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقكم في كل أعمال الخير اللي بتقوموا بها. شكرا جزيلا لك. أنا عندي مناشدة صغيرة في آخر. تفضل. نعم. مناشدة صغيرة. تفضل. أنا بدعو دائما للعمل الجماعي. السودان أجمل ما يميز هذا السودان، وفي أسوأ الظروف لا تستطيع إلا أن تستصحب عبارة السودان جميل. يا سلام. أيا كانت الظروف، الشباب بيقولوا بنزين رغيف الدنيا دواء مش عارف إيش، الناس مش شايلين في السودان. إحنا دايرين نكون حلقة الوصل بين جميع هذه المكونات، حتلقونا جميلين برضو. نعم. دكتور عبد الرحمن كل الود، بس الشباب بيقولوا يعني ما قولوا كده ظريفة، بيقول لك والله السودان السودان ظريف لكن محتاج
مصاريف. شكرا. أي زول يقول كلام درسه لنا. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن سليمان رئيس مبادرة دعاء الملائكة للعمل التطوعي والخير، وعبرك التحية لجميع الأعضاء داخل وخارج هذا الوطن الحبيب. بنتواصل معكم ولوحات صباحية مختلفة، ونذهب إلى القطرور ومن ثم نعود ونجي نلون صباح الخرطوم.